تعال ننتقل لموضوع تاني، وأنا عايز أفكركم بشاطئ إخواننا المكفوفين في اسكندرية. فاكرين لما تم تخصيص شاطئ بالذات مخصوص لإخواننا المكفوفين وضعاف البصر في اسكندرية؟ طيب تعال نشوف إيه اللي حاصل تاني في اسكندرية. محافظ اسكندرية الحقيقة مشكورا يطلق مبادرة رؤية. طب إيه مبادرة رؤية؟ عجبتني بصراحة، لإتاحة المنيو في أو قوائم إيه منيو ده؟ وأنا بقيت أجنبي ولا إيه؟ قائمة الطعام، حلو؟ قوائم الطعام في المطاعم والكافيهات بطريقة برايل، وبالتالي يستطيع أخويا ضعيف البصر أو المكفوف في إنه يقدر هو يقرأ قائمة الطعام، يختار بمزاجه، مش لازم يكون بصحبة حد إلى آخره. فعجبتني الفكرة جدا جدا. ليه؟ لأنها بتساعد على تعزيز أنا قادر، اللي هو جمال رشاد مدير عام السياحة والمصايف بالأسكندرية. أهلا أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا سيدي يوسف، واشكرك على المقدمه. اشكرك. لا يا فندم، تشكرني على ايه؟ ده واجبي اولا، وفعلا هي فكره وبادره ولفته تستحق تصفيق حاد بصراحه. اشكرك كتير. هو البدايه في الحقيقه كانت 2018، خلينا نقول لما سياده الرئيس اعلن عام 2018 عام ذوي الهمم، شفنا بعدها كل الجهات الحكوميه حقيقه والمؤسسات بتسعى في هذا الاتجاه وبتوفر لهم كل سبل الراحة. يعني اسكندرية كانت سباقة، وخاصة في المجال بتاعنا بقى اللي احنا بنشتغل فيه، مجال الشواطئ. فكرنا ان احنا نقدم لهم اول شاطئ في 2020 يكون لذوي الاحتياجات الخاصة، اصحاب الاعاقات الحركية اللي خلينا نقول ما كانوش بيقدروا ينزلوا البحر خالص نظرا للاعاقة الحركية. فوفرنا لهم رمبات و تجهيزات معينه تقدر تخليهم يستمتعوا بالبحر زيهم زي اقرانهم الاسوياء. طبعا حبينا نطور الموضوع العام اللي بعده عام 2021، عملنا اول شاطئ المكفوفين. وانا بشكرك لان حضراتكم كنتم من المتابعين لهذا الامر، ووصلتوا اسكندريه وسجلتوا معانا فعلا هذا الحدث الهام. سمحنا لهم برضو ان هم ينزلوا الشاطئ، شاطئ المكفوفين، اعتمادا على حاسه اللمس اللي هم بارعين جدا فيهم فيها. يعني خلينا نقول المكفوف لما قربنا منهم حسينا ان عندهم فضول عالي جدا وعندهم مهاره في حاسه اللمس. طبعا. فعملنا لهم مسارات جوه الميه فيها متعلمه بشمندرات، خلينا نقول بنسميها حبال عينه. أيوه. هو بيتحسس طريقه بحاسه اللمس وبيستمتع. حلو قوي. الفكره هنا فكره الاعتماديه، ان هو بيعتمد على نفسه، ما عادش حد بيمسكه بقى من ايده علشان ما يبعدش، عشان ما ينزلش في حته غرق. لا، احنا اوريدي خليناه ينزل لوحده، بيعتمد بايده الاثنين في الحركه، فاصبح بيستمتع استمتاع كامل زيه زي اقرانه الاسوياء. وهنا كانت الفكره في هذا الامر. احنا بقى عملنا ايه في رؤيه؟ احنا طورنا الموضوع وقلنا المكفوف لما بيدخل برضه بيستمتع زينا في بكافيه، مطعم، بكافيتيريا، لازم يكون في واحد معاه بيقرا له المنيو. أيوه. وبيقرا له الاسعار. فهنا احنا مش حابين دي، ان هو يعتمد دايما على حد. صح. وفي نفس الوقت احنا مدركين تماما ان المكفوف نفسه يعمل كل حاجه استنادا لانه عنده فضول عايز يجرب كل حاجه يعملها زيه زي السوي. ففكرنا ان احنا نتواصل، عرضنا الامر طبعا على سياده المحافظ اللي انا بوجه له كل الشكر، لان كل الافكار اللي انا بقولها دي احنا لما كانت بتطلع من الموظفين عندنا كنت بنقلها بفرح لسياده اللي هو محمد الشريف. اولا بيدعم ويشجع ويتابع لحد ما الفكره بتشوف النور. فانا فعلا بشكر سياده اللي هو الانسان اللي هو محمد الشريف. فكره رؤيه، تواصلنا مع بعض المطاعم وقلنا نجرب الموضوع مع يعني عدد بسيط من المطاعم. لما عرضنا الموضوع ان احنا هناخد منيو من عندك ونحوله لغه برايل، كنا بنستهدف حوالي 6 أو 7 مطاعم. في خلال يومين يا استاذ يوسف اكتشفنا ان اكثر من 80 مطعم لحد دلوقتي اشتركوا معانا في المبادره وادوا نسبه خصم 25% للمكفوفين. برافو. وجمعنا المنيوهات وطبعناها
والعدد فيه ازدياد، يعني ده اللي فرحنا بقى ان العدد فيه ازدياد، ان المكفوف خلاص هيبدا يخش يعتمد على نفسه، ياخد المنيو قائمه الطعام زي ما حضرتك قلت ويختار بنفسه، ودي كانت فرحتنا وهو ده الهدف من المبادره. برافو، يعني انا ما احبش اقول برافو لمسؤول كبير في الدوله يعني، لكن حقيقي الله ينور والله العظيم، وبرافو على المطاعم اللي بتتسابق علشان تشارك. برافو برافو برافو، كملوا يا فندم وشدوا حيلكوا، ودي كلها اخبار حلوه. بالمناسبه مستعدين لفصل الصيف يا ست اللي هو ولا ايه؟ طبعا، يعني هو احنا على فكره اسكندريه شواطئها ما بتتوقفش بقى صيف وشتاء، حتى في الشتاء في معارض باب رزق، في فعاليات رياضيه، في منافسات. الشتاء الجاي ان شاء الله هيبقى فيه شغل جديد جدا، وشواطئ اسكندريه يعني ان شاء الله ترجع بقى زي زمان، زي ايام ما كنا بنعمل عليها الحفلات وفي الثمانينات والتسعينات. انا بوعد كل عشاق اسكندريه ان هيشوفوا اسكندريه مختلفه شواطئها السنه الجايه. يا سلام لو ترجعوا لنا اسكندريه زي الاربعينات، ياه ياه. يبقى هنقلل عدد السكان. ما احنا لازم نقنعهم بقى يتحرك زي ما احنا في القاهره، انا دايما اقعد اقول يعني احنا في القاهره ما عندناش اي مشكله، يا جماعه ده في حاجه اسمها القاهره الجديده، يلا انت مش عارف الشيخ زايد و6 اكتوبر، يلا ما عندناش ازمه. اسكندريه تقول لهم اي حاجه هم قاعدين في نفس الشارع هو هو، ويشتري لابنه شقه في نفس الشارع برضه، ما يحبوش التنقل ابدا ابدا، يحبوا شوارعهم واحيائهم جدا يعني. لكن هتظل برضو هي اسكندرية ليها سحرها وألقها. كل الشكر ليك يا سيادة اللواء، كل الشكر للواء جمال رشاد مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية.